السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى ما معنى abstract method وما معنى abstract class أولا بالنسبة Abstract method لو أردنا أن نكتب تعريف لذلك an abstract method is the method that has only the heading with nobody يعني أن abstract method حتكون عندها اسمها والparameters لكن ما فيه محتوى The heading of an abstract method contains the reserved word abstract يجب أن نضع كلمة abstract أمام تعريف الميثود ثم تنتهي ب semicolon ما فيه محتوى هنا بعض الأمثلة هنا عندي public void abstract print تلاحظون أني عرفت هذه الدالة إذا هي void هي public لكن المحتوى ما هو موجود. ما معنى المحتوى؟ يعني كل ما هو موجود بين هذه الأقواس لهذا الكود. هذا ال of the function. إذا ال ما هو موجود. مثال آخر public abstract object larger. هنا الparameters ما في object, ما في body. نفس الشيء بالنسبة لي insert. void abstract insert. هنا الparameter int. insert item ثم semicolon إذا بالنسبة للclass الآن ما معنى abstract class إذا abstract class أيضا سنضع أمامها كلمة abstract عندما نعرف الكلاس سنضع الكلمة abstract Here are some facts about the abstract classes. An abstract class can contain non-abstract methods. يعني أن abstract class يمكن أن تحتوي على

يمكن أن ننشأ الريفرنس لكن ليس الأوبجكت هنا مثال لـ أبستراكت كلاس إذن هذا رسم بياني عندي كلاس Animal هي أبستراكت تحتوي على أتريبيوت أيج جيت أيج هذه الدالة ثم عندي دالة ميثود أبستراكت ثم عندي كلاس ثانية Dog حتقوم بالوراثة من أنيمال وتقوم بتعريف print move abstract الكود اقوم بتعريف الكلاس animal اضع امامها abstract لانها abstract class عرفت الايج عرفت الانت جيت ايج ثم عرفت الابستراكت method برينت موف تلاحظون ان البادي ما هو موجود البادي حيقع تعريفه في subclass كلاس الميثود الموجوده في السب كلاس هنا عندي dog extends animal إذا dog هي subclass لanimal و وعرف الدالة print move هنا ما صارت abstract لأن عرفت محتواها إذا المحتوى حيكون فقط بتباع dog can walk can run وذكر أن لا أستطيع أن أنشأ object من الكلاس animal لأنها abstract بإمكاني أن أكتب animal مثلا a هذا تمام عرفت ريفرنس لأنيمول لكن ما استطيع ان اكتب اي يساوي نيو انشا الاوبجكت انيمال هذا ممنوع لماذا لان انيمال هو ابستراكت